السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا بغيت غير نديرو يعني كتذكير ونعاود نشرح مجموعة من الأمور اللي ديجا شرحتها بخصوص يعني الضريبة ديال الدار أو اللي كتسمى يعني حاليا ضريبة رسم الخدمات الجماعية، رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية. المهم حنا كنقولوا لها الضريبة ديال الدار، كلشي كيعرفها. دونك أغلبيتكم كيجي يعني هذا الروسيو، هذا لونفولوب، وكيجي فيه لافي ديال لامبوزيسيون من المصلحة ديال الضرائب، من التريزوري جينيرال الرويوم، ومن طبيعة الحال بالتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة. دونك المعلومات غطيتهم. دونك الا كما كتلاحظوا الديزاين فهو تقريبا بحال القديم، ولكن تشونجا شي شوية. دونك الديزاين تشونجا شي شوية. اللي مهم في هاد الورقة هادي كاملة هو الريفيرونس، يعني المرجع. هادي هي أهم حاجة. و الثمن 289.20 بالنسبه لهذه الحاله هذه. علاش؟ حيت هاد جوج معلومات هما باش كنقدروا نخلصوها. بالنسبه للفيديوهات اللي شرحت وريت الطريقه يعني كيفاش تقدر تخلصها من التطبيق ديال لا بونك، يعني اي تطبيق ديال اي بونك عندك، كتدخل كدير اداء الفواتير، كتقلب على يعني هذا الاسم هذا تي جي ار، غالبا كلهم مسمين هكا تي جي ار، يعني تريزوري جينيرال دو رويوم. اون فوا كتلقاها كتدخل الريفيرونس ديالك، كيطلب لك الريفيرونس وكيطلب لك يعني لو مونطون افون لا فيرغول. يعني بالنسبه لهذه الحاله غتكتب غير 289، الارقام اللي مورا الفاصله ما كنكتبوهمش، والا ما قال لك حتى حاجه كتبوهم كاملين. بالنسبه للفيرغول في التليفون غتعوضها بنقطه. دونك هادو هما، هذه هي الطريقه اللي شرحت بالنسبه للتطبيق. بالنسبه اللي بغى يخلص بلا كارت كيشي، سيختو الناس يعني بلا كارت بونكير، سيختو الناس اللي كاينين على برا وبغاو يخلصوا يعني الضريبه ديالهم من لهيه، يعني من لاميريك، من لوروب، فهمتي؟ يعني غيدوزو من الموقع tgr.gov.ma. كذلك درت فيديو ويعني كنوريكم يعني الطريقه كيفاش تخلص بلا كارت بونكير ديالك. كذلك درت فيديو ديال افترضوا مثلا انت ما عندكش الورقه الجديده، يعني ما كاينش اللي صورها ليك وما كاينش كيفاش توصل للورقه الجديده. دونك في هذه الحاله هذه يكفي يكون عندك يعني غير الريفيرونس، يعني معلومات ديال الورقه القديمه، سواء كانت قديمه بزاف ولا قديمه شويه، المهم تكون عندك غير ورقه واحده من القدام. شرحت لكم الطريقه كذلك كيفاش تجبدوا يعني الورقه الجديده انطلاقا من الورقه القديمه. كذلك بالنسبه للناس اللي ما بقاتش عندهم حتى شي ورقه وما عندهم كاع حتى شي معلومه كيفاش يجبدوا يعني لافي ديالهم، ما كاينش اللي يتكلف ليهم، كذلك وريتكم واحد الطريقه في الموقع ديالهم، وطريقة سهلة، وكاين حتى الرقم الهاتف ديالهم، وهما يعني كيعطيوكم هذوك المعلومات إلا بغاو يعطيوهم لكم بطبيعة الحال. دونك الروابط كاملين، يعني الفيديوهات كاملين اللي هضرت لكم عليهم راه كاينين، وغنحطهم لكم في صندوق الوصف ديال هذا الفيديو هذا. بالنسبة لي أنا في هذا الفيديو هذا غادي نحاول يعني نشر بعض الأمور، وغنحاول نخلص يعني بلا كارت، نحاول نخلص بلا كارت باش كلشي يعني يخلص، لا اللي كان سواء داخل المغرب ولا اللي خارج المغرب. ونعاود نحاول نذكر كذلك يعني كيفاش نخلصوا من التطبيق ديال لابونك. دونك ندوزو للتليفون ونكملوا لا فيديو. دونك بالنسبه للطريقه ديال لابونك، فكتمشي لاي بنك كما بغاتو تكون. انا خدو حنا هنا كمثال، نعطيكم مثال واحد وانتم يعني طبقوا الطريقه في جميع البنوك بلا ما نخليهم كاملين. دونك ناخذوا مثلا السي اش، بما ان كلشي عنده السي اش، وراه بحال بحال، انما كيختلف غير من كونت لكونت، يعني من الديزاين، يعني اي الشكل اللي كيختلف. دونك بالنسبه لهنا كتكليكي هنا وتقلب على بايمون ايفيكتي مي بايمون ولا شي حاجه بحال هكا، يعني بايمون دو فاكتور. هاي اما من هنايا غتجي لميز اوبيراسيون، هنايا كاينه بايمون دو فاكتور، كتكليكي عليها كتجي كتقلب، كاينه هنا الليستا، الليستا كامله. دونك حنا بالنسبه لنا هذه ضريبه يعني تاكس، دونك غنجي مباشره للتاكس. كذلك راه نفس التطبيقات بنفس الشكل، يعني تقلب على تاكس وغتقلب على تي جي ار، لانه بغينا نخلصوا الضريبه اللي تابعه للتي جي ار، يعني تريزوري جينيرال دو رويوم. ها هو الريفيرونس لافي اللي قلت لكم، كتكتبوه راه كاين في الورقه، كتكتب داك الريفيرونس وكتكتب هنايا، قراو معايا لو مونطون افون لا فيغول، يعني ما ديرش الفاصله 289 سويفون. فوالا، وكيطلع لك يعني ها هي كطلع لك هنايا السنه 2023، كتكوشيها بحال هكا. ولا لاحظتوا ما كاينش اقتطاع بالنسبه للتريزوريه، يعني مكلفه بالامور، ما كتقطع لك لا بونك حتى حاجه، كدير سويفون
كدير فاليدي وكتخلص. هذه بالنسبه للتطبيق، يعني كل شيء كيعرفها، هذه ساهله ماشي شي حاجه صعيبه. دونك نجيو للموقع، يعني الناس اللي بغات تخلص من الموقع غتجي لهنا وتكتب tgr.gov.ma، هذا هو الموقع ديالهم. بالنسبه للناس يعني غنمشي دقه دقه، بالنسبه للناس اللي عندها يعني مشكل ما عندهاش كاع اللي تكلف ليها وكذا، هذا هو العنوان، هذا العنوان ديالهم اللي بغى يراسلهم، وهذه النمره ديال التليفون، يعني كتقدر تراسلهم وهما يجاوبوك في الايميل ولا المهم كتراسلهم باش يعطيوك يعني لافي ديالك. كاينه كذلك هذه البلاصه هذه، الا جينا هنا لتحت، الا جينا هنا لتحت قراو معايا، كاينه فون افي با روسي فوتر افي كليكي ايسي. دونك الا كليكيتي عليها كيعطيك هنايا، يعني تعطي المعلومات ديال القديمه ناتور كريونس. دونك غتكليكي هنا، هنا بغينا نخلصو، حنا قلنا تاكس دابيتاسيون اي دي سيرفيس كومينو، هذه هي سميتها بالفرنسي. دونك كتختار هذا الاختيار هذا، وكدير الريفيرونس ديال الارتيكل ديال الورقه القديمه، هذه في الحاله ديال الا عندك ورقه قديمه، وكدير السنه ديال ديك الورقه، مثلا بقى عندك الورقه ديال 2020 كتختار هذا بحال هكا، وكدير هنا المونطون دو لافي، مثلا كتجيك انت بالنسبه لي فاصله 20 بحال هكا، وكدير افيشي، وكيطلع لك القديمه اوتوماتيكمون، طلع لك القديمه عفوا كيطلع لك الجديده، المهم ملي كديرها كيعطيك يعني المعلومات ديال الجديده هكا كتجبدها. ها العنوان، لاحظوا معايا، يوتيليزي لي زانفورماسيون دان انسيان ارتيكل بور افوار لي زانفورماسيون دو سكي فو ريست ا ريغلي بور لارتيكل اون كيستيون، يعني ملي كدير المعلومات ديال الورقات القدام كيعطيكم معلومات ديال الورقه جديده اللي مازال ما تخلصاتش. دونك هذه بالنسبه للناس اللي عندهم يعني ورقه قديمه، اللي ما عندهمش ورقه كاين هاد اون كا دو بروبليم اي بور توت انفورماسيون سوبليمونتير كليكي ايسي، كتكليكي هنايا وكتعمر هاد الفورمولير هذا، كتعمر السميه ديالك كامله هنايا، لادريس، لادريس ايميل، لا فيل ديالك، المدينه، التليفون، وكتعمر فوتغ فوتغ كيسيون. فوالا هنا شنو المشكل ديالك. دونك غالبا غادي نختارو هنا اسوسياسيون كليون دو لا بونك فونكسيونير اسوسياسيون. دونك هنايا غتختار انت واش فونكسيونير، واش ايتيديون، واش ما كنتي حتى حاجه من هادشي، دير اوتر، وغادي تجي لهنايا اون طونك هنايا غتكتب ليهم، فوالا هنا غتكتب ليهم بونجور كذا، عندي مشكل في هادي، خصني هادي هادي، المهم تشرح ليهم الوضعيه ديالك وتعطيهم رقم الهاتف ديالك والايميل ديالك، المهم زيد ذكرهم بالمعلومات ديالك، اعطيهم اي معلومه تساعدهم باش يعرفوا الدار ديالك، يعني ضروري تكون عندك شي معلومه باش تعاونهم يعطيوك يعني لافي ديالك. وتكتب هذا الكود هذا كما مكتوب هنايا ار اف ال ك جي، وغادي دير اونفوي هكا كتراسلهم. ما بغيتيش يعني تراسلهم هكا، كاين هذا الرقم هذا ما نعرف واش غادي يقضيو لك الغرض ولا لا، كاين هذا البوط تقدر تصيفط لهم رساله وتسنى زارك. دونك اولا صيفط شي واحد يمشي يتكلف لك. دونك نفترضوا دابا دبرتي على لافي وبغيتي تخلص لافي والثمن، يعني ضروري يكون عندك حتى الثمن. دونك نرجعوا لاكوي، نجيو لاكوي، لا بغيتي تخلص كدير هنايا بايمون اون لين. دونك كدير بايمون اون لين وكتجي لهنايا كيطلب منك لا ريفيرونس، لا ريفيرونس قلنا هي اللي كتكون لتحت في الورقه، وهنايا كيكتبوا لك يعني المونطون اماونت، هي المونطون تقدر تكتبو كله اولا كتقدر تكتب غير هذا المونطون اللي قبل الفاصله وكدير سيرش. ها هو كما كتلاحظوا، ها هو طلع لينا يعني المسائل اللي خصها تخلص، ها هي طلعات، ها هو الثمن ديالها، ها هي لادريسه، وها التوتال ديالها، وكدير يعني كدير تشيك اوت من هنا من الفوق، كدير تشيك اوت. ملي كدير تشيك اوت غيطلب منك بطبيعه الحال الايميل، الايميل فين غادي يرسلك يعني في الحاله ديال باش يصيفط لك الروسي، وكتعاود تكتبو هنايا. وطبيعه الحال باش بغيتي تخلص، طبيعه الحال كاينه كارت بونكير انترناسيونال بالنسبه للناس يعني اللي كاينين خارج المغرب، يعني اللي بغاو يخلصوا من برا كاينه هاد لاكارت هادي،
واللي بغى يخلص غير من داخل المغرب كيقدر يخلص بالكارطه العاديه ديال الكيشي اوتوماتيك. المهم انت على حسب الوضعيه ديالك، وكدير اي هاف ريد وكدير بروسيد صافي. مباشره من موراها غتصبر واحد شويه غطلع لكم الصفحه ديال السي ام اي اللي فيها يعني البلاصه فين غادي تعمروا المعلومات ديال البطاقه البنكيه ديالكم. وطبيعه الحال عمروهم بسميتو، عمروهم بالفرنسي، واخا تشوفوا هنا مكتوبه العربيه، عمروا المعلومات البنكيه ديالكم بالفرنسيه. الاسم ديالك كامل هنايا، الرقم ديال البطاقه راه كيكونوا فيها 16 رقم 4444، والتاريخ ديال الصلاحيه امتى غتموت لك ديك لاكارت، ورمز التحقق راه كيكون في الظهر. يعني الا قلبتي لاكارت بونكير ديالك كتلقى يعني واحد السكه فيها واحد الارقام، غتاخذ دوك ثلاثه الاخرين اللي كاينين على اليمين صافي. وغادي دير التاكيد، وغادي دير تاكيد الدفع. دونك غادي نعمر المعلومات ونكملوا لا فيديو صافي. من بعد ما كتكليكوا على تاكيد الدفع كتطلع لكم هذه الصفحه هذه اللي كيخصكم يعني تكتبوا واحد الكود كيجيكم في الاس ام اس ضروري، يعني يوصلكم هذا الكود هذا كحمايه. لا بنك ديالك كتحاول تحميك يعني باش ماشي اي واحد عنده لا كارت بونكار ديالك يخلص بها. دونك ضروري خصو هاد الكونفيرماسيون في الاس ام اس. دونك 37 53 74 ومني تكليكي على فاليدي كليكي مره واحده وصبر. صافي مبروك عليك. دابا هاد العلامات ديال الاستفهام راه كيعني بانه داز الخلاص، يعني ما تديوش على هاد العام هنا، ما تقراوش يعني ما تقراتش العربيه حيت هاد الصفحه هادي يعني كاين فيها بروبليم ديال الكود. هاد الشيء عنده علاقه بالانفورماتيك ما غاديش نشرحو. المهم الا مشيتي للايميل ديالك غتلقى باللي صيفطوا لك، غتلقى باللي صيفطوا لك واحد الايميل: نشكركم على اختيار القنوات الخزينه العامه، تجدون ادنى مراجع الدفع. يعني راه دازت العمليه وهي كيعطيوها لك هنا، ها هي هاد الثمن ديالها والمسائل ديالك مخلصه وكل شيء يعني مريقل. دونك دابا كيبقى لنا الروسي، شحال من واحد كيقول لك بغيت داك الروسي فين غادي نلقاه. دونك الروسي غادي تجبدوا من هنايا، نرجعوا لهنايا، غادي نخرجوا من هذا الموقع هذا صافي ديال الخلاص ما عندنا ما نديروا به. دونك نحيدوا هذا، نعاودوا ندخلوا ازيرو تي جي ار. من بعد ما كتدخل الموقع قبيلات فاش بغينا نخلصو خلصنا ببيمون اونلاين، دابا غادي نديرو يعني تيليشارجمون كيتونس. هادي كليكيو عليها بحال هكا، وكدير يعني نفس المعلومات ديالك الريفيرونس ديال لافي ومع المونطون يعني المبلغ ديال الفاتوره ديالك اولا ديال لافي ديالك. دونك نكتب المعلومات ونكملو. دونك ملي كتكتب المعلومات كتكليكي على تيليشارجي، ولاحظوا معايا هنا كيطلعوا لك كاع الاعوام كاملين، ماشي غير هذا العام هذا، كيطلعوا لك كاملين. لاحظوا معايا هنا، ها انت لاحظوا معايا كاين هنايا يعني 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015، يعني كاع السنوات كاملين كتقدر تيليشارجيهم كتكليكي على هذا البي دي اف. مثلا بغيت السنه ديال 2022 غادي نكليكي بحال هكا وغادي يعطيني يعني الروسي. ها هو لاحظوا معايا، ها هو الروسي، ونحلو بالبي دي اف، ها هو الروسي، كيجيك الروسي بحال هذا. هو هذا اللي كيعطيوكم ملي كتمشيو للخزينه، هو هذا. دونك بالنسبه الى لاحظتوا ما طلعش ديال 2023 غير حيتاش يعني الخلاص يلاه درناه، فهمتي؟ الخلاص باقي جديد، باقي ما طلعش ديال 2023. ولكن الا مشيت غير واحد شويه يعني من هنا لغدا ولا من هنا الليل ولا وعاود دخلت غادي نلقى يعني الكيتونس ديال 2023. دابا غير حيتاش داز الخلاص، بعض المرات كيطلع سور بلاس بعض المرات كيتعطل. دونك كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. السلام عليكم.